نعيد إعلان الدستور مفوضين للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي واللجان الثورية في جميع الشؤون اليمنية، وخرجنا نرفض التدخلات الخارجية في الشعب اليمني، ونقول فقط لا نقول نرفض فقط، وإنما نقول نتحدى دول العالم أن يتدخلوا في الشؤون اليمنية بعد اليوم. مسيرة مستمرة ها، ونقول للدول التي لا تتدخل في شعبنا، احنا شعبنا نحكمه لانفسنا، ونحكم واحنا الاحرار واحنا الثوار الذي سوف نقوم لهذا الشعب عدالته وكرامته وشرفه. من عالم مركز سرجر.